إذا رضيت رضاء تاما بالابتلاء على أنه نعمة من الله عز وجل واختبار من الله وإكرام من الله سوف يرفع. ما دليلي؟ ما دليل هذا الكلام؟ سيدنا إبراهيم الله عندما ابتلاه بكلمات فأتمهن، من ضمن هذه الابتلاءات ذبح ولده، فيا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فأنت عندما تمرض أو عندما يزورك الهم أو الغم أو الابتلاء وترضى به أنه من الله وأن الله يريد أن يرفع درجتك، هنا يزول الهم يزول الابتلاء، أو ترزق كم من الصبر العجيب فلا ترى أن هذا الابتلاء ابتلاء كقطرة حبر داخل إناء به 100 جالون من الماء.